السلام خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تنتمنى المهم اخوتي، تنتمنى تكونوا شي شويه تحسنتوا. تنتمنى هذا من عند الله، ما عندنا ما نديرو، خاصنا نتقبلوه ونرضاو بحكم الله، ما عندنا ما نديرو اخوتي. الله يصبر الناس اللي فقدوا حبابهم، الله يكون في عوانهم. وبغيت نقول لكم واحد الحاجة، أنني فخورة بزاف بزاف ببلادي الحبيبة، فخورة بها بزاف بزاف. صوروا أخوتي الأجانب صدموا من الإنسانية اللي في المغاربة، صدموا من الشباب المغربي اللي قدر يطلع في الجبال، وكاينين بزاف ديال اسميتو بزاف ديال العواقب باش انك دير هذاك الطريق باش انك توصل تماك. يعني حياتك تتغمر بها في الخطر، ومع ذلك محملين بهذه بالسبيزة بالسلعة بالمواد الغذائية، وطلعوهم للجبال الناس هكا تتكون الإنسانية. دابا انا داك الفيديو، بزاف ديال الفيديوهات اللي شفت، بالاخص واحد الدري ايطالي حط داك الفيديو في التيك توك، انه تصدم هو في المغرب، عرفتو داير واحد فيديو تبارك الله كاميون مورا كاميون عامرين بالمواد الغذائيه، قالوا بقى تيقول. سمحوا لي اخوتي حيت كاينه البنت تهضر، تنضطر نقطع الفيديو باش نكمل لكم اشنو كنت نقول. قلت لكم هذا الدري هذا الايطالي هو في المغرب ودار فيديو تبارك الله، عرفتوا راه كاميون مورا كاميون كلهم عامرين بالمواد الغذائيه، وبقى تيقول لهم شوفوا هذا هو المغرب. قال لهم ما عرفتش كاع شنو هما هادو، واش كاميون؟ قال لهم كاميونات ورموكات كلهم عامرين بالمواد الغذائيه وبالحوايج وبالفراش. قال لهم انا عمري، قال لهم انايا كبرت في ايطاليا وقريت يعني وقريت الدين المسيحي في الكنيسة، وكبرت تحت هذوك الأخوات اللي تيكونوا في الكنيسة، يعني هنايا ملي شي دري تيكبر وأنه قاري المسيحية وكبر في الكنيسة بين هذوك الأخوات وبين الكاهن وهكا، يعني زعما هو تيكون واحد زعما تيكون واحد الإنسان اللي كبر في واحد الوسط اللي كله إنسانية، فهمتوا؟ مهم اخوتي سمحوا لي اضطريت نقطع حيتاش بنتي ما كانتش خلتني نكمل. مهم قلت لكم داك السيد الايطالي اللي كان سميتو تيهضر على المغرب، هو كاين في المغرب دابا وتيصور واحد الفيديو فيه الكاميونات عامرين بالسلعه المساعدات اللي جايبين الناس لهذوك الناس اللي متضررين من الزلزال. بقى تيقول لهم شوفوا الانسانيه فين كاينه، شوفوا المغاربه. قال لهم هذا هو المغرب وهذه هي الانسانيه، قال لهم قمه الانسانيه في هاد الناس هادو. قال لهم راه ماشي كاميو واحد ولا جوج، ولا قال لهم راه كاميونات داو المواد الغذائيه داو الحوايج داو كل شيء. قال لهم هذا هو المغرب وماشي كيف ما كيتصحاب لكم نتوما، حيتاش للاسف هنايا في الغربه ما مهم البعض ماشي الكل، البعض ماشي الكل تتصحاب ليه راه المغرب ديال شحال هذه اللي باقي وطيح قرونا حنا المغاربه. ولكن دابا هاد السنين الاخيره وبالاخص المره هذه في هاد الازمه هذه، ها المغاربه وروهم اشنو هو المغرب. العالم كله تصدم فيهم وتصدم في قمه الانسانيه اللي في المغاربه ديالنا. انا فخوره بكم اخوتي، فخوره بكم، ويا ريت انا كان بيدي انني نعاون بشي حاجه. حاليا ما عندي باش نعاون للاسف، ما خدماش، عندي بنيه صغيره بقى تنكبر فيها ان شاء الله، يلا غادي ندخلها للراوض. وكنتمنى نلقى شي خدمه يا ربي، كنتمنى نلقى، ما كرهتش انني نلقى، لانك الى عاونتي اخوك المسلم في هذه الظروف هذه ارى اصلا واجب عليك، ماشي غير من الناحيه اللي سميتو، واجب عليك، لاننا كلنا بني ادم وكلنا خصنا نعاونوا بعضياتنا. حتى شي واحد ما يقدر يعيش بوحده ولو انه عنده الفلوس ديال الدنيا والدين، ولكن راه الا عندك فلوس تخصك حاجه اخرى. دائما يعني انت دائما انسان محتاج للتعاون مع الاخر.
مهم اخوتي هذا الشيء اللي كاين عرفتو وراه فرحت بزاف. ما كرهتش انا نحط لكم داك الفيديو ولكن غادي يجيني عليه حقوق الطبع والنشر. المهم الا بغيتو تدخلوا تشوفوا راه كاين عندي في التيك توك ديالي باش نحط لكم الرابط. دابا منوع الروابط تحطوا في, في, في صندوق الوصف اخوتي. راه عندي شنو عندي؟ عندي النقرات. راه الا شفتوا انا في الفيديوهات ديالي ما كاينش الاشهار. كنتمنى انهم يرجعوا عليا شي نهار. مهم عندي النقرات ما عرفتش مناش الخوت. وعندي واحد اسميتو عندي واحد المخالفه في القناه للاسف. عندي واحد المخالفه في القناه باقي ما تحيداتش حيت خاص تدوز عليها 3 شهور. انا خفت نحط لكم داك الفيديو. بصراحه انا فرحني بزاف فرحني بزاف ان الاجانب تيهضروا بهذه الطريقه على المغرب. المغرب ديالنا خاصه نكونوا فخورين بيا. راه خاصنا نكونوا فخورين نقولوا انا مغربي ولا انا مغربيه. الحمد لله يا سيدي ربي الحمد لله. هكا تيكون الرجال وهكا تتكون الانسانيه وهكا خاصها تكون خاص المغرب يكون. وكنتمنى من الله انه يعوضنا عن قارب يا سيدي يا ربي. والله يصبر هذوك الناس اللي فقدوا حبابهم. الله يعطيهم الصبر والله يقويهم على المحنه ديالهم. اكيد ماشي سهله ابدا ماشي سهله. حتى شي واحد ما يقدر يحط راسه في بلاصتهم. شي حاجه اللي هي صعيبه عليه وبزاف ولكن هذا قدر الله. ما عندنا ما نديرو. هذا الشيء اللي مكتوب. حتى شي واحد ما عارف الاجل ديالو امتى غادي يجي. حنا دابا عايشين ولكن غدا ما عارفينش واش غنبقاو مازال عايشين ولا لا. المغرب في ديك الليله فاش وقع هذاك الزلزال كنت نهضر مع واحد صاحبتي في المغرب. طلع 10 د الليل صافي قطعات. يلا قطعات بساعه وساعه من بعد ضرب الزلزال. باش تعرفوا راه في لحظه الله يقدر يقلبها من الاحسن للاسوء ولا العكس من الاسوء الأحسن. كل شيء بيد الله. ما ندير. مهم اخوتي تهلاو ليا في ربوسكم وتنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعاونوا بعضياتكم. هكا خاصنا نكون عاونوا بعضياتكم. اللي عنده باش يعاون يعاون. اللي قادر يعاون يعاون. خاصنا ما نبخلوش على بعضياتنا لاننا ما عندنا حتى شي واحد من غير بعضياتنا. وشكرا بزاف للدول اللي تدخلوا باش انهم يعاونوا في سميتو في انقاذ الناس اللي بقاو تحت الاتربه. شكرا لهم بزاف. تهما لهم فضل كبير على انهم يعتقوا الناس. بعض الناس كنظن لان اصلا ما جاوش بكري. قالوا هنيت هنا في هذه البلاد. قالوا علاش المغرب ما طلبتش المساعده من الدول الاجنبيه باش ينقذوا الناس قبل ما يموت. لان دابا اللي بقى تحت التراب يومين ثلاث ايام راه غادي يموت. شحال قد يهز هذاك الثقل. يعني الانسان راه ضعيف. ولكن هذا الشيء اللي تكتب واللي باقي الله مطول لي في العمر راه باقي عايش. المهم هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم وطالوا لي فريسكم. تنبغيكم بزاف. و الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك ولايك وتعليق وبارطاج مع اصحابكم وحبايبكم. السلام عليكم. Mes yeux sont plus lui maintenant. Je les regarde. C'est-à-dire, je les regardais jusqu'à les gêne. C'est là même pays pas les gens. Jusqu'à il y a une autre dame qui est venue. Tellement que la canette dérange. Mais c'est un peu mieux. Je les regarde maintenant. Il s'est levé.